عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد. في يعني احنا في قاعده زي انت دي انت بتعمل ايه؟ بدوق البرتقال. بتدوق البرتقال بتاعي ليه؟ وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ ما اعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي. ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم. شوف انا اعمل ايه. اتعلم اشقاط. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سيرتن تيل مي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقول له ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقول له اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص. لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نتضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حاسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص. مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا ورانا بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت. عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا. على فكره لا اتضرب. انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب. انا ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب. لو دخل ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا. هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. وانا نايم جنبك. وانا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شوفهم ركن ولا لسه. مش هينفع مش هينفع. انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف. اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا. انت قوي. انت قوي يا شريف. انا لو طلعت هتضرب. ركن ركن. اهدى ركن. اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركن هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي. صينينا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان. ودورت برفان. مش برفان. مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. لو هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ دي ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هرشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هترشهم. طب خلاص خلي في النص خلي في النص. ماشي 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 ماشي. لا 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 مش قادره. الكيوريوزيتي هتقتلني. لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. لي ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس. دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين. رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف.
اضرب اضرب. أنسة نيلي، أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة، أصلاً كان في عصابة بتطاردني امبارح، فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة. بليز لو سمحت كفاية، ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك بجد. كفاية إن أنت السبب إن أنا ما نزلتش صورتي على إنستغرام النهاردة، ودي كارثة. طب معلش أنا آسف، ممكن بس أطمن على عينيكي؟ خلاص it's much better النهاردة، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش، خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني، معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها. طيب بص يا سيف، أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. عايزة فلوس؟ عايزة كام؟ لا 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 خالص، أنا معاك في الجامعة. إيه ده؟ جامعة إيه؟ معايا أنا؟ مستحيل، ما شفتكيش قبل كده. إزاي يا ابني؟ ده أنا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت أعرف، يعني أنا بحضر على طول. ما طب أفكرك؟ أنا مرة استلفت منك أستيكة. مستحيل تستلفي مني، لأن أنا مش هسلف أستيكتي لحد، لأن أهم حاجة عندي الأستيكة. طب ثانية، الأستيكة عليها فرارة ومتعضعضة من الجنب. متعضعضة؟ أنا ما عضعضش الأستيكة عشان أعرف أهميتها، ما عضعضهاش أنا. وبعدين كان إمتى؟ كان يوم إيه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الأستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الأستيكة؟ دلوقتي أنا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان أنا عارفة إن أنت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة، مع إنك شكلك أكبر من سنك. لا أنا فعلا سني كبير، أصلا درست جامعتين ودي الجامعة التالتة ليا. للدرجة دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس أنا فاهمك. أنا ماما كان نفسها أدخل كلية الحقوق، فدخلت كلية الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه أخش كلية سياسة واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجة اللي بحبها، اللي كان نفسي أخشها من الأول، كلية الهندسة، عشان أنا ما زعلش. إيه ده؟ You're so sweet. أي حد بيقولك تدخل أي حاجة كده بتدخلها؟ طب معلش أنا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الأصلي، يعني ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. واتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في جراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه، يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاك رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقي شقاوه، خدي الشنطه يا حبيبي. بصي سيب يا حمزه، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت، لو اوصلك يعني. مالها الحاله؟ في انا كويسه، انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك اقعد اقعد، مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامة حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. اديني ولا اديني، اديني ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك ايه يا سيف،
الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. معلش يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟